الصورة دي دايما يعني موجودة في بيت حضرتك وعلى طول جنبك وانت قاعدة، الله يرحمها الأستاذة دلال، ومعاها إيمي ودنيا ومنة بنت حضرتك منة حسين فهمي. ممكن أسأل حضرتك، أنا عارف يعني، أنا عارف أصل الجمهور. أنا أعرف دلال من قبل ما تتجوز. معقولة؟ والله انت فاكره اول لقاء جمعك بدلال عبد العزيز كان فين وامتى كنا في اصل يعني دلال ظهرت وانت كنت نجمه مكسره الدنيا، كنا فين؟ في في فتره أتينا بنعمل مسلسل في أتينا، وكانت لسه جايه، كانت لسه جايه من البلد من عندهم. وطول عمرها حبوبه كده وضحكتها حلوه وبتدي المكان دايما طاقه ايجابيه، ومن يوميها بقى يعني عصرت قصة حبها لسمير ودنيا اتولدت على ايدي ووراها ايه، يعني انا بعتبرهم ولادي يعني. يعني النجمة ميرفت امين وقتها احتوت الوجه الصاعد او الفنان الشاب دلال عبد العزيز. كان طب انا عايز اقول قد ايه الجيل، يعني جيلكم قد ايه هو جميل يا استاذه ميرفت. النهارده بتبقى نجمه كبيره تلاقي وجه جديد ممكن ما تهتمش، عايزه تبقى طول الوقت يعني ازاي كان نجمه بحجم ميرفت امين وقتها احتوت دلال عبد العزيز؟ يعني ايه اللي لقيتيه فيها وقلت لا البنت دي وجه صاعد جميل وبقيت انت عارف الناس في السفر دايما في العشره في السفر بيبانوا اكتر يعني، وهي كانت حبوبه قوي يعني، بني ادمه حبوبه وشاطره ويعني من يومها ممثله كويسه. فاكره اخر لقاء او اخر سوري جمله انت قلتيها لدلال عبد العزيز او بعتها لها على الواتساب مثلا؟ فاكره انا شفتها في المستشفى، في المستشفى كذا حد رحنا زرناها في المستشفى. انا عارف ان انت كان عندك امل كبير انها أوي هتتعافى وتصحى أوي، لان الموضوع كان بادئ بسيط يعني. فاكره اخر جمله استاذه ميرفت قلتها لها؟ يعني قلت لها ان شاء الله هتقومي وجماجي كده ويعني خدي كل الحاجات الطبيه اللي بيقول لك عليها وان شاء الله ترجعي البيت، وكان عندي امل كبير قوي انها هتقوم يعني الله يرحمها. انا عارف ان حضرتك بتدعي لها على طول وحضرتك ما بتنسيهاش خالص. طب خالص هل حضرتك، انا اسف لو، هل حضرتك زرتيها يا استاذه او يعني؟ انا بزور بناتها على طول. على طول على طول. طب ايه اكتر موقف فاكراه ليها يا استاذه ميرفت؟ يعني اكتر موقف دلال دايما، لان انا عارف كانت بتحكي لي وقالت لي في حوار زمان، كانت تقول انا انت كنت كانت بتتصل انت المستشار بتاعها في الطبخ يعني، ما كانت تكلمك مثلا الملوخيه. الملوخيه حبيبتي ما كانتش بتحب المطبخ. اه فقالت لي بعتت لي تقول الملوخيه بتتعمل ازاي، فقلت لها يعني اغلي فرخه الاول ومش عارفه ايه، وبعدين طلبتني قالت لي ها وبعدين، فكنت بعمل حاجه فقلت لها هكلمك بعدين، قالت بعدين هكلمك بعدين ايه طب وبعدين والحاجه اللي على النار دي. فعملت كارثه يعني في المطبخ وصوروها، يعني صوروا الكارثه، ايمي صورت لها اول ملوخيه اشوفها بلونها برتقاني. علاقتك بايمي وبدنيا وايمي عارف انها علاقه خاصه قوي. انت على طول متواجده معاهم يا استاذه؟ يعني بيحصل لينك طول الوقت؟ احنا على طول بنتكلم وساعات بنتقابل بقى كلنا يعني، بروح لهم يعني. بتروح لهم. حضرتك انا عارف ان يعني حضرتك دلوقتي عندك 3 بنات يعني، ما هم ما بيقولوش غير يا مامتي. يا مامتي يا مامتنا. هل الفتره الاخيره في ظل افتقادهم لدلال عبد العزيز كانوا بيلجأوا لك اكيد، بيسألوك في حاجات، بتنصحيهم في حاجات، اللي هو الام اللي بتنصح بناتها بعيد بقى عن ان حضرتك نجمه كبيره هم نجمتين شابتين، يعني طبعا بيلجأوا لك في حاجات، فانت شايفه لا لا لازم انصحهم في النقطه دي؟ انا بنصح من غير ما يقولوا غير ما يطلبوا الحقيقه. يعني ان هم بالنسبه لي ولادي فعلا يعني، بناتي يعني.